في اسمه قيم. فأسوأ مثال نحن ممكن نذكره كبداية هو شو؟ قيم أجدادنا اللي شفناها. فمثلاً أسوأ مثال طبعاً هذا. القيم قديمة كانت تتمحور حول مواضيع مثل الصدق والأمانة، العدل والعفة والعطاء، الضمير، التسامح والمحبة، طبعاً والإخلاص. هدول كانت قلة قيم بالية قديمة جداً ما بتلزمنا أصلاً، ما جابت لنا غير الفشل. يعني على سبيل المثال، الفشل الناتج عن هالقيم كانت إنه إحنا وصلنا أجدادنا وصلوا للأندلس تقريباً ولحدود الصين، فلاحظوا شقد قمة الفشل. بينما أنا بلعبة كول أوف ديوتي بيوم واحد بحرر ألمانيا كلها، لاحظتوا؟ فلذلك نحن هلأ صار لازم ننتقل لعادات جديدة، والمكان المناسب للقيم القديمة حالياً هو هون. لاحظوا القيم القديمة حالياً، فعلاً نحن بعد ما فكرنا لازم نحطها في مكانها المناسب اللي هو القبر، وننتقل لقيم جديدة هي ناتجة عن دراسات جداً عالية متقدمة. رح نبلش فيهم بأول وحدة فيها قيمنا الجديدة، هي إنه معك فرنك اليوم فأنت بتسوى فرنك. هي أول قيمة لازم نحن نلتزم فيها. تاني قيمة هي نلتزم بقيمة الزيزنة، أنت اليوم مالك زاز فأنت إنسان بلا قيمة وما بتلتزم بالقيم. ثالث وحدة اللي هي الفيسبوك، هذا قيمة كتير كبيرة حاليا في مجتمعنا وبلا نحن ولا شيء. آخر شيء كمان عندنا موبايل تاتش، هو القيمة العظمى اللي بعدها. اللي بعده آخر شيء الفوتوغرافي، هي أهم قيمة عنا إياها. طيب خلينا نبلش بجماعة هدول الفوتوغرافي اللي عندهم قيم رائعة، بعد ما هي طبعا نحن إيش عرضنا كلهم هدول إيش بجيبوا؟ البرستيج. تمام، أول جماعة رح نحكي عنه اليوم هن جماعة الفوتوغرافي. طبعا هدول الجماعة صار لهم هلا شغل كتير مهم عنا في حلب. فمثلا على سبيل المثال الزباين تبعيتهم بلشوا العرسان، بتلاقي هيك أي اثنين لازم هيك يقربوا من بعض بيجيبوا واحد فوتوغرافي وبلشوا بقى بتصوروا بينزلوا على الفيسبوك، وبلشت العالم تعلق لهم انه يا ايش قدكم حلوين، يا لكم كذا، قمه السعاده وقمه الروعه. طبعا ما ننسى هذا الشعار تبع احمد فوتوغرافي، فلان فوتوغرافي، لا تنسوها، هي قيمه جدا مهمه بلاها ما بنقدر نكمل. كمان من قيمه الزازات انه لازم واحد شخص يتصور مع سيارته الجيب مثلا هو لابس البنتاكور. لاحظوا الحزن الباين عليه، يعني لاحظتوا هو عم بينشر على الفيسبوك. طبعا هو كان تعبان بنقل البيدونات، فيعني اضطر انه يقعد ويصور حضرته في القيمه اللي عنده. بنكمل بقى بالنسبه لجماعه موبايلات التاتش. هدول الجماعه يعني كمان كل الناس صار عندها تاتش، يعني ما ضل حدا ما عنده هالموبايل، واللي ما عنده موبايل تاتش صار من الناس المتخلفين جدا. فانت صار كيف فيك تميز انه الموبايل هذا اللي معه احسن من هذا واحسن من هذا؟ كاول قاعده عندك اياها انه الزيزنه دائما او الموبايل الصح بيتناسب مع الحجم. فكل ما كان الموبايل أكبر وشاشته أكبر أكثر، رح يكون هذا الشخص هو زاز أكثر. فمثلاً كمان حتى تعرفون، رح نعطيكم هلأ نصايح لاختيار العريس الأنسب تبعاً لموبايله. يعني أنت ما في داعي هلأ أنك والله تروح تسأل عن العريس وعجب إذا هو كويس ولا ما كويس، أنت بس اسأل عن نوع موبايله ورح يبين معك أنه هذا العريس كويس أو لا. فرح على الأساس نحن قسمناهم لثلاث أنواع، النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. النوع الاول هو العريس الزاز، اذا انت طلعت على موبايله فهو بيكون اما جالكسي نوت 5 او ايفون 6 او اس 6 ايدج. غير هيك بينزل فورا للمستوى الثاني، وهذا العريس يعني ممكن تقبلوا فيه، يعني هذا بيكون شيء الجالكسي جي 7 مثلا، سوني سي 5، اتش تي سي 816 جي. اما العريس اللي دير بالك تقرب منه اللي هو شيء النوكيا او هدول الاس دس او هدول الموبايلات الطاول، يعني هدول ابدا ما في داعي ابدا انك تسالهم، خلص طلع على الموبايل وبمشي الحال. طبعا نحن حتى نقدمكم كمان خدمه اكبر، بعد ما نخلص العرض رح تحصلوا على صور بالموبايلات واسعارهم وشو هي عروضهم لحتى تعرفوا تختاروا العريس المناسب، وهيك بنوفر عليكم انه انتم تروحوا تدوروا على العريس الانسب. بنكمل هلا نحن هلا وبنحكي عن جماعه الفيسبوك. طبعا هذا الفيسبوك صار قيمه ما في حدا منا الا ما صار عنده حساب. فحاليا مثلا بالفيسبوك بتلاقي انه انت صرت بتعرف كمان عن الشخص اذا هو حاليا حزين او يشعر بالفرح مع فلانه وفلانه، او هذا الانسان دخل بارتباط عاطفي او خرج من ارتباط عاطفي صعب. فيعني انت صرت خلص بتعرف قصه حياته كلها، ما في داعي انك تشوفه، انت ممكن تشوف شخص انت مو هذا الفلان، كنت مع فلانه وبعدين تركت، واهلين وسهلين تشرفنا. او انت كمان ممكن تفتحي الفيسبوك تعملي دراسه عن الشاب بتشوفي اذا هو مناسب او لا. طبعا من ضمن منكمل كمان بالنسبه لهدول جماعه فوتوغرافي، تلاقي انه هيك واحد اذا بده يحكي مع رب العالمين بيقول له
بحط له على الفيسبوك يا رب اني اختلف، بلش هيك وبحط لك معه راجع والدنيا تهون رب العالمين ما بيمشي لحال، الموضوع معه جدا سيء. فمنكمل طبعا. هلا حابب اسالكم سؤال، شو رايكم بهدول الشخصين؟ مثلا لو طرحوا عليكم انه انت ممكن تعيش هذا الشخص عندك في البيت، مين بيقبل فيه لهذا الشاب؟ تمام. طيب مين بيقبل بنتي عايشه معه بالبيت؟ طيب رح نشوف بهي الصوره انه ما تحكم على الناس وفق لمنظرهم، انه صح هو الشاب كان مبين عليه انه هو عيفان حاله وتعبان، ولكن ما بتعرف شو هو مخبي لك. فكان هذا الرسام عبر عن هاي المشكلة انه هو خبى كان بوكية ورد، بينما البنت كانت مخبيت لك فأس لتنقض عليك باللحظة المناسبة. لذلك هلأ أنا رح كمان رح نكمل بقى ضمن نصائحنا. كمان بيقول لك أحد الحكماء انه أنت إذا ردت تزرع لمدة عام واحد فأزرع قمح، إذا أنت كنت بدك تزرع لمدة 10 سنين فأزرع شجر، إذا أنت كنت بدك تزرع لمدة 100 عام فزرع القيام في نفس الإنسان. وشكراً لكم.